فوتي معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. بدي صوره شخصيه لبنتي. انت فوت جاهز الكاميرا، ناوليني هالباروكه. لا ما بدي. لا قلت لك اعطيني اياها. ما رح البسها. لك هاتيها ولا تجنيني. عمي طول بالك شوي. انت خليك بشغلك، شو لك علاقه؟ روح جهز الكاميرا وبلا لعي. استغفر الله. بابا بترجاك لا تعمل هيك، انا ما فيني اقيم الحجاب، بعدين ما رح اقدر اطلع بعين حدا. ليك لا تجنينيني، شو شايفتيني رح شلحك اوعيكي؟ حطي هي على راسك يلا لشوف. شو عم تعمل؟ حطيها ولي. لا اترك. وليك البسيها براسي. بكفي اتركني اتركني. ليش مو انت بدك تسجلي بالجامعه؟ يا عمي يلا البسيها بقى. عمي أبوس إيدك، من شان الله روحوا تصوروا بغير مكان ولا تورطني بهالشغلة. أنت شو دخلك فينا؟ خليك بشغلك. لك أنا زبون بهالمحل وأنت لازم تصورني. خود لشوف، خود هالمصاري، خود. دايما نكون جاهزين جوا. يلا تعال بصورنا لشوف، يلا بليك، يلا امشي. فوتي يلا. وليك هي آخر مرة بسألك، رح تحطيها على راسك ولا ما رح تحطيها؟ شو يعني يذبحك لحتى ارتاح منك؟ تعي لهون. ولك امي امي شوفي شو اشتريت. لمين هاد؟ الي انا. كيف بيلبق لي؟ ليش في شي ما بيلبق لك يا بنتي الحلوة؟ بس لشو؟ أنا بدي أتحجب. شو قررتي؟ يلا قومي لشوف. طلعي فيني، آخر مرة بسألك، رح تلبسيها ولا لا؟ رح تتصوري بالباروكة ولا لا؟ تعرف الله سبحانه وتعالى شو قال؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. شو عم تقولي؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وليك صرتي شيخة على راسي هلا، رح تعملي يلي أنا بقلك عليه. هيك مكتوب بالقرآن الكريم يا بابا. النساء المؤمنات ما لازم يكشفوا حاله غير لأزواجهن ومحارمهن. انتي ناوية تجننيني؟ ها؟ انتي ناوية تجننيني؟ بكفي ولي؟ دعي لهون يلا. يعطيك العافية. تفضل. أنا بدي سم للجردين، في عنا بالبيت جردونين كبار كتير وبدي أقتلهن. طيب لك عمي انت شو عم تستنى؟ يلا صور بقى. اي عمي قيم ايدك مشان ما تبين بالصورة. لا منيح هيك، انت شوف شغلك، صور لشوف. انت شو عم تستنى؟ صور لك كم صورة تانية. كل ما بفكر بالقصة بحس حالي رح جن. لك إجا وطحش على مكتبي مثل قطاعين الطرق. رنا وطي صوتك بلا ما تسمع إنجي، ما في داعي لهالعصبية الزايدة بنوب. ماشي أنت معك حق، بس من كتر معصبة ما عم أقدر أمسك حالي بنوب. لقوا إجا وقف قدامي وقال بلا ما نقلب هالشغلة لموضوع شخصي. لك هذا نسيان كل اللي عمله فيني، أنا خسرت بنتي بسببه مستحيل أنسى. حبيبتي قلتلك انسي هالموضوع وخلصنا، ما في بين ايديه غير فرصة واحدة ومو أكثر. يعني الأفندي لما فهم إنه ما رح يقدر يربح القضية حب يجي لعندك ويترجاكي. أخي ما رح تطلع لنا شي مشكلة، ما؟ يعني ما رح يربحوا الدعوة مو هيك؟ بعد شوي رح يجي لعندي ضيف ورح ناقش هالموضوع معه، يعني إذا رح تربحوا القضية ولا لا. مين؟ واحد من يلي رح يبتوا بهي القضية.